السلام عليكم. عليكم السلام. الله يعاونكم الفلاحة. الله يعاونك اخويا. سي حميد. بخير اخويا هاني. الله يجازيك بخير، الله يعاونكم، الله يرزق الصحة. اللهم امين. كما تشوفوا معنا هنا الموسم زراعة البصل. جماعة الترابية أي تحرز الله إقليم الحاجب تزقيت. حتى مان اخويا حميد؟ وصلت 150 عام الساقية. الساقية؟ لا الساقية شي 120 هكا 130. والقوتا قوت؟ قوتا قوت دايرة 140 150 كل على حساب. وما احسن في الانتاج؟ خويا الانتاج الساقية كيقولوا كتعطيك لقطات على ياه. سمعت انا على حساب الجودة. على حساب الجودة أن الساقية تعطينا واحد الجودة وتعطي القشرة. هاي القشرة ومع السقا شوية كتسقي مزيان كتشد الماء. ياك. هي الكوتا كوت. أن البصلة تبغي يعوم عليها الماء. هاي ها تتبع شوية الماء في السقا ديالها. مزيان. وكيفاش السي عبدو قالوا لي أنت عبار؟ إيوا كان عبار. شتا تعبر مزيان ولا؟ سي هشام ربيع وين؟ يعاوننا مع الكلام. هكا بخير؟ الحمد لله، الله يرزق الصحة. عز شتي اخويا الزريعة اخويا محمد؟